احنا لسه بنكمل معاكم تغطيتنا المستمره لما يحدث في الجانب الفلسطيني وفي الاراضي الفلسطينيه. خلينا نروح للعريش دلوقتي ونتابع مع كريم بيبرس جهود مصر في ادخال المساعدات لاهالي غزه. صباح الخير عليك يا كريم. صباح الخير يا منى، صباح الخير يا شاذلي، صباح الخير على كل مشاهدي، صباح الخير يا مصر. بالفعل انا موجود دلوقتي في مدينه العريش وتحديدا امام الصاله المغطاه بالعريش. هنا في العريش بعد ما بنستقبل المساعدات، طبعا في البدايه بتتحرك المساعدات الدوليه اللي بتيجي من بره عن طريق الطائرات اللي بتوصل لمطار العريش الدولي، بتتحرك المساعدات دي وبيتم تخزينها في المخازن الخاصه بالهلال الاحمر المصري او الاماكن اللي حددتها محافظه شمال سيناء عشان يتم تخزين فيها هذه المساعدات. هذه المساعدات طبعا بتكون أغذية، بتكون عبارة عن مستلزمات طبية، بتكون عبارة عن أدوية، بتكون عبارة عن غطيان، حاجات للبرد، كل الحاجات اللي ممكن حد يتخيلها بتكون موجودة. الحقيقة انه دي هنا في المكان اللي انا واقف فيه دلوقتي عدد كبير جدا جدا من العربيات اللي موجودة، شاحنات مليانة مساعدات سواء كانت طبية او حتى حاجات مستلزمات معيشية عادية. دلوقتي يعني الكاميرا دلوقتي جايبة صالة العريش، ودي الصالة اللي مليانة من جوه بالفعل مساعدات كتيرة جدا جدا جدا، والسيارات اللي حواليها او الشاحنات اللي حواليها كلها منتظره دورها عشان تاخد مسار معين. المسار ده بيحولهم بعد كده ان هو يتحركوا على معبر رفح المصري. الحقيقه كمان انه المساعدات دي مش بس بتيجي من بره او بتيجي من مساعدات دوليه من الاشقاء العرب، لكن كمان طبعا المساعدات اللي خاصه بالتحالف الوطني، ودي موجوده عدد كبير جدا من الجمعيات والاحزاب اللي بتشارك بان هي تجيب المساعدات اللي بيقوم بها الشعب المصري تضامنا مع الاشقاء في فلسطين. لو اتكلمنا تحديدا على عدد المساعدات والشاحنات اللي وصلت، الحقيقه ان احنا بنتكلم على اكثر من 50 طياره بالفعل وصلت لمطار العريش الدولي، بنتكلم على جسر جوي ما بين الكويت ومطار العريش الدولي من يوم الثلاث اللي فات تقريبا ومستمر حتى يوم الاثنين، يوميا تقريبا او يوم يوم لا بتوصل طيارات من الكويت، بالاضافه لطيارات بتيجي من يونيسف ومن منظمة الصحة العالمية ودول تانية كتير زي العراق، زي الجزائر، زي الدنمارك، في عديد من الدول حقيقة شاركوا بالمساعدات دي. خليني كمان أقول لكم إنه الموضوع مش متعلق بس هنا في العريش، لكن على المسافة ما بين العريش ورفح كل فترة في مكان التقاء في السيارات النقل أو الشاحنات بتبقى مصطفى على جانب الطريق لحد ما تاخد دورها إن هي تخش لمعبر رفح. بالنسبة بقى للعربيات الشاحنات اللي بالفعل دخلت لمعبر رفح بعد مجهودات كبيرة جدا من الدولة المصرية ووساطات كبيرة جدا وضغوطات شعبية ودولية مصرية، الحقيقة قدرنا انه احنا الحمد لله مصر تقدر تدخل جزء كبير من المساعدات باتفاقية ان احنا ندخل 20 شاحنة تقريبا يوميا، لكن الشاحنات دي الحقيقة بتخش من معبر رفح بيتم تفتيشها والتدقيق فيها وحصر مستلزماتها الاول عن طريق قوات الاحتلال، وبعد كده بيتم ادخالها لقطاع غزة. لحد دلوقتي دخل لقطاع غزة اكثر من 94 شاحنة، لكن الحقيقة الشاحنات اللي دخلت من مصر تقريبا لحد امبارح كانت اكثر من 130 شاحنه. امبارح بس دخل 47 شاحنه محمله بالمستلزمات الطبيه اللي بيحتاجها قطاع غزه وتحديدا القطاع الصحي. القطاع الصحي الحقيقه بينهار على وشك الانهيار تماما في قطاع غزه بناء على اليونيسيف وبناء على منظمه الصحه العالميه وبناء على منظمه الاونروا اللي هي مسؤوله جوه في قطاع غزه. الحقيقه ان كل دول بيقولوا ان احنا خلاص يعني الوضع فيه انهيار. ايوه معاك. لو كنت تواصلت مع سائق هذه الشاحنات اللي خلاص يعني قاموا بتفريغ الحموله في الداخل وتم تفتيشها ودخلت ورجعوا، الوقت بياخد قد ايه تقريبا؟ الحقيقه ان دي صعب جدا ان هي تتحدد، لان احنا بنشوف دايما يوميا بنلاقي الشاحنات بتخش من معبر رفح المصري عندنا وبعدين بتتحرك على معبر العوجه الخاص بقوات الاحتلال في الاراضي المحتله وبيتم تفتيشها. ممكن بعدها يخش منهم 10 عربيات، ممكن يخش 6 عربيات، ممكن يخش 20 عربيه، ممكن يفضلوا قاعدين يومين وبعد كده عربيات تخش وعربيات لا. فالحقيقه انه صعب ان احنا نحصر الوقت تقريبا لانه ده متعلق بالتفتيشات الامنيه اللي بتحصل من قوات الاحتلال علشان تخش. لكن لو افترضنا انه اول يوم مثلا لما دخل
دخلوا الحقيقه انه خدت تقريبا من 4 لـ6 ساعات دخلوا الشاحنات ورجعوا استقبلناهم وهم راجعين. من بعد كده بيتم بقى يعني بيبقى صعب جدا لانه في عربيات بترجع تاني اساسا مش بيتم قبولها. قعدوا مثلا اول فتره اول يومين او ثلاثه قوات الاحتلال منع الدخول بعض المستلزمات الطبيه زي البنج مثلا، ده بناء على الهلال الاحمر الفلسطيني، لكن بعد كده ابتدت الحاجات تخش، خصوصا كمان انه القوات الاحتلال منع دخول الوقود لقطاع غزه، والوقود دي من اهم الحاجات اللي محتاجاها القطاع الصحي. طيب عندك وانت في مكانك يا كريم، ازاي بيتم فرز هذه الشحنات؟ يعني لو طياره جت من دوله من الدول اللي حابه تساعد بمجموعه كبيره من المساعدات، ازاي بيتم فرزها وتحملها على العربيات ومين بيقوم بالمهمه دي؟ الحقيقه انه في طريقتين، الاول بتنزل الطيارات بتنزل لمطار العريش الدولي، بعد تنزل لمطار العريش الدولي بيتم تفريغ الشحنات دي من الطيارات بتنزل داخل المطار، المطار بيتم تفتيشها امنيا، مش بيدور ايه هي محتوياتها لكن بيتم تفتيشها امنيا بس الاول، وبعد كده في بقى المتطوعين، المتطوعين اللي موجودين هنا اما متطوعين مصريين من الشباب، متطوعين من الهلال الاحمر المصري، لان كل حاجه بتستلمها او بتحاول تخش لقطاع غزه هي عن طريق الهلال الاحمر المصري وبيتسلمها الهلال الاحمر الفلسطيني. فبيتم بقى بعد كده المتطوعين اللي موجودين هم اللي بيدخلوا الحاجات دي المخازن، هم اللي بيتم فرز الحاجات دي داخل المخازن، بيتم فرز المستلزمات الطبيه لوحدها، الاغذيه لوحدها، الحاجات المعيشيه لوحدها. يعني مثلا على يميني دلوقتي هوريك يا شاذلي يا منى، ده دلوقتي جزء من المساعدات اللي جت من جمعيه الهلال الاحمر الكويتيه مثلا، بيتم تفريغ الكراتين دي داخل الصاله المغطاه جوه، لو هي حاجات معيشيه، لو هي حاجات ادويه مستلزمات طبيه يبقى ليها ثلاجات خاصه مخصوصه ان هي تتحط فيها، لو غيرها من الحاجات دي بيتم المتطوعين الحقيقه هم اللي بيقوموا بكل الحاجات دي. وخليني اقول لك على ميزه كمان، كانوا موجودين في المتطوعين اللي قعدوا مرابطين على المعبر المصري تقريبا يعني 10 أيام ويمكن أكتر، وبعد كده في ناس منهم اتحركت بقت ترجع العريش وترجع تاني وهكذا. الحقيقة إنه الناس دي مش بس بيقعدوا يفرزوا الحاجة لا، لما اكتشفوا إنه العربيات بيتم تفتيشها وبتخش عربية وعربية لا، قرروا إن هم يعني يضغطوا على قد ما يقدروا المعونات اللي موجودة، لو كل عربيتين تقدر نحطها في عربية بيحاولوا يعملوا ده، كان مجهود كبير أكبر كم من المساعدات لحد لما يطمنوا إن الحاجة بتفضل صحيح. توصل لمعبر رفح. بنشكرك يا كريم، شكرا جزيلا، وهنكون في تواصل مستمر معاك لرصد ما يحدث في العريش من تعبئة هذه الشاحنات حتى وصولها إلى معبر رفح. شكرا جزيلا ليك كريم بيبرس، مراسل صباح الخير يا مصر من العريش.